صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من صباح On Time، هيكون عندنا موضوعات كتير بالتأكيد هنتكلم فيها، وموضوعاتنا الرياضية اللي هنناقشها وهنحللها مع بعض. هنتكلم على مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل، واللي تابعنا فيه عدد من المباريات بالأمس. النهاردة عندنا إن شاء الله مباريات تانية كمان، وبنتكلم بالتأكيد عن يورو 2024 واللي مشتعل دائما بالمتعة والإثارة. هكون مع حضراتكم ولمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح On Time. مسابقة الدوري المصري الممتاز عودة مرة تانية لمنافسات دوري نايل، وهنبتدي معاكم بالتأكيد بالماتشات اللي اتلعبت امبارح وجمعت القطبين الأهلي والزمالك مع الداخلية وفاركو. طبعا انتهت بفوز النادي الأهلي زي ما شفنا وتابعنا مع حضراتكم على شاشة قنوات On Time Sports. النادي الأهلي فاز بنتيجة هدفين مقابل هدف على الداخلية، نادي الزمالك فاز على فاركو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. المباراة الأولى واللي احتضنها ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وأدارها الحكم الشاب محمد غازي للزمالك مع فاركو، وانتهت زي ما قلنا بفوز نادي الزمالك بهدفين دون رد لعب ونتيجة، سجلهم في الدقيقة 14 مصطفى شلبي، وبعدها زي ما شايفين مع حضراتكم على الشاشة ده هدف مصطفى شلبي، وكان من عرضية رائعة من عبد الله السعيد، واستمر بيها السيد نيمار علشان كانت هتبقى من نصيب يوسف أوباما، ولكن بعدها بيصر على الكرة مصطفى شلبي من بعيد وبيحطها في شباك فريق فاركو. اما بعد كده بيضيف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقه 51 من ضربه جزاء. مستر جوماز بدا المباراه بتشكيل ضم في حراسه المرمى محمد صبحي، قدامه كان في الدفاع عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزه المتلوثي ومحمد شحاته. في خط الوسط زياد كمال، عبد الله السعيد وناصر ماهر، وفي خط الهجوم مصطفى شلبي ويوسف اوباما وسيد عبد الله نيمار. شوط أول كان هجومي من نادي الزمالك، وكانت فرص خطيرة على مرمى فاركو من جانب أوباما مصطفى شلبي عبد الله السعيد، مقابل كانت هجمات مرتدة عن طريق شكري نجيب وسيف الدين بخيت. في الشوط الثاني دفع مستر جوماز بأكثر من تغيير، نزل الثنائي ترافيس موتيابا وعمار ياسر، وعمار ياسر هو أحد ناشئي نادي الزمالك مواليد 2005، اللي يمكن جمهور الزمالك كان أول مرة يشوفه بالأمس امبارح، وكان فيه الألقاب ابتدت إن هي تتقال عليه راشفورد، ده طبعا علشان هو يمكن يكون شبهه شوية، ولكن يمكن اللاعب كان أول مرة ياخد في مباراة الأمس وقت ويبتدي إن هو يثبت نفسه أمام جماهير الزمالك. نزل عمار ياسر مكان سيد نيمار وناصر ماهر في الدقيقة 46، وبعدها أشرف رؤى مكان عبد الله السعيد في الدقيقة 68، وأخيرا محمد السيد أيضا من مواليد 2005 نزل على حساب مصطفى شلبي، وناصر منسي مكان زياد كمال في الدقيقة 86 ودقيقة 90 علشان يحسم نادي الزمالك الفوز وتأمين نقاط المباراة الثلاثة أمام فاركو المجتهد جدا، ويرفع رصيده قبل ماتش القمة ل 34 نقطة في المركز التاسع من 20 مباراة، متبقي له 14 مباراة على نهاية مبارياته في الدوري. في المقابل بيتوقف رصيد فاركو عند 22 نقطة في المركز ال 15 من 26 مباراة، ومتبقي له 8 مباريات على نهاية مبارياته في الدوري. أما عن جائزة رجل المباراة فحصل عليها عبد الله السعيد بالأمس بعد مباراة نادي الزمالك وفاركو، بعد ما قدر إن هو يسجل هدف من ركلة الجزاء ووصل بيه للهدف رقم 126 في تاريخه بالدوري، بيتبقى له هدف واحد للتساوي مع سيد الدوزوي كثالث الهدافين التاريخيين في الدوري المصري بعد حسن الشاذلي الهداف التاريخي برصيد 173 هدف، كابتن حسام حسن صاحب المركز الثاني برصيد 168 هدف، وسيد الدوزوي 127 هدف.
نروح معاكم للمباراة التانية اللي كانت بتتلعب في نفس التوقيت، جمعت ما بين فريق الداخلية مع النادي الأهلي واحتضنها ملعب السلام، انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. سجل محمد مجدي أفشة في الدقيقة 19 من أسيست من محمود كهربا، وشفنا هدف ولا أروع في فترة يعني يمكن يكون أفشة كان محتاج إن هو يرجع بيها مرة تانية ويصالح الجمهور، والحقيقة ما كانش فيه أجمل من ده احتفال شفناه بالأمس طبعا، وكان فيه يعني اللعيبة بتترحم على أرواح الشهيدتين اللي يعني كانوا من مشجعين النادي الأهلي وحريصين دايما إن هم يكونوا متواجدين وبيروحوا ويتابعوا نورهان ونرجس اللي دايما يعني ورا النادي الأهلي في كل مكان، فكانت لفتة رائعة جدا من لعيبة النادي الأهلي بالأمس إن هم يحتفلوا تقديرا وامتنانا للفقيدتين. بعدها بيتعادل كريم يحيى للداخلية من ضربة جزاء في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول من المباراة. في الشوط الثاني وقبل نهاية الشوط بست دقايق بيسجل البديل عمرو السولية هدف الفوز الغالي جدا في الدقيقة 86 واللي رجح كفة النادي الأهلي في حصد نقاط المباراة الثلاثة. مستر مارسيل كولر بدأ المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى مصطفى شوبير، قدامه في الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وكريم فؤاد. أما عن خط الوسط فأكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، في خط الهجوم حسين الشحات، رضا سليم ومحمود كهربا. في الشوط الثاني دفع بمهاجمه أنتوني مودست بدل من حسين الشحات في الدقيقة 60، نفس الأمر دفع بلاعب الوسط أحمد نبيل كوكا بدل من كريم فؤاد في الدقيقة 60، ثم دفع بالثنائي احمد عبد القادر وعمرو السوليه مكان رضا سليم ومحمد مجدي قفشه في الدقيقه 75. اخيرا طاهر محمد طاهر نزل على حساب محمود كهربا في الدقيقه 83، وكان يقدر يضيف النادي الاهلي الهدف الثالث في الثواني الاخيره من انفراد كان تام لاحمد عبد القادر، لكن سدد فيه الحارس قبل ما يمرر لمودست، وبعدها اطلق حكم المباراه ابراهيم محمد صفرته معلنا فوز النادي الاهلي بثلاث نقاط غاليه جدا، رفعت رصيده للنقطه 42 في وصافه جدول الترتيب لاول مره من 18 مباراه، متبقي له على نهايه مبارياته 16 مباراه، في المقابل بيتوقف رصيد الداخليه عند 15 نقطه من 26 مباراه، في المركز الاخير متبقي له 8 مباريات، وطبعا موقفه صعب جدا في سباق الهروب من الهبوط. بعد نهاية المباراة تم اختيار أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي أفضل لاعب في مباراة النادي الأهلي أيضا والداخلية بعد تألقه خلال اللقاء. نروح معاكم دلوقتي ونشوف تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد المباراة اللي أعرب طبعا عن سعادته بفوز فريقه على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف. قال كولر: المباراة كانت صعبة كما أن اللعيبة يعني صعبوا اللقاء على نفسهم لو بمعنى الكلمة، منذ يومين أتحدث مع اللعيبة على فكرة التعالي على الخصم، ورغم أنه متزايل الترتيب لكن بيقدم كورة جيدة، ولكن اللعيبة ما استوعبوش ده وكان في كمية تعالي كبيرة في الشوط الأول، أضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، ما بين الشوطين عنفتهم أكتر، اتكلمت معاهم، أعتقد أن احنا في الشوط الثاني كنا أفضل. أما بقى بشأن ما يتردد حول عدم لعب الزمالك مباراة القمة، قال كولر: هذا شيء لا يخصنا، وأنا مستعد للقاء سواء حضر نادي الزمالك إلى ملعب اللقاء أو لا. السؤال ليس لي ولا لمدرب نادي الزمالك، السؤال لاتحاد الكورة، وهو طبعا المنوط بتنظيم المسابقة. وعن سبب عدم الاعتماد على الدبيس رغم إصابة علي معلول، بأكد منحنا الفرصة الكريم فؤاد وأدى بشكل جيد، وتبديله ليس بسبب عدم اقتناعي به، لكني فضلت الهجوم أكثر، لذلك دفعت بكوكا. وعن استبعاد محمد الشناوي من قائمة مباراة الداخلية، قال: الشناوي مصاب لفترة طويلة وعاد وشارك في مباراتين ومع المنتخب أيضا، وهناك أعتقد أنه الحارس لا يتعب، خاصة أنه ما بيجريش كتير، لكن الحارس بيرهق بشكل ذهني كبير جدا، وأنا تحدثت مع الشناوي وأنه محتاج لراحة مثل ما حدث في مباراة الداخلية خوفا من تعرضه للإرهاق الذهني أو الإصابات، لذلك من حين لآخر هيتم إراحته، وهو متفهم جدا لأنه عنده عقلية جيدة، لكن سيكون معنا المباراة المقبلة. أما عن مصطفى شوبير فقال كولر: شوبير فهو قدم معنا مباريات قوية جدا وهو حارس جيد. الحقيقة تصريحات يعني وافية وكافية زي ما بنقول، بداية من انه كولر بيتكلم بمنتهى الصراحة مع الجمهور، بيقول انه لعيبته
كانوا بيتعالوا على الخصم من وجهة نظره، شايف ان هم ما ادوش الخصم ما بينهم وما بين نفسهم حقه، علشان كده في الشوط الثاني يحتاج ان هو يعنفهم. وده تصريح بصراحة حلو قوي، فكرة انك تشوف المدير الفني مش كل حاجة بيحملها لنفسه، مش كل حاجة هو بيقول انا السبب وانا اللي قلت كده، لا، فكرة اني اقول الحقيقة للجمهور وان يكون بقول انه اللاعب اخطأ او ما اخطأش، او انه انا غيرت طريقة اللعب في الوقت الفلاني، او ان انا اشتغلت على اللعيبة وكان ليا كلام معهم في التوقيت الفلاني، كل التفاصيل دي مهمة جدا في علاقة المدير الفني بالجمهور وعلاقة المدير الفني باللاعب. أما عما يخص مباراة القمة فتصريح واضح وصريح من مستر مارسيل كولر، واللي بيتكلم فيه أيضا عن جوزيه جوماز، بيقول ولا أنا كمدير فني للنادي الأهلي ولا مستر جوزيه جوماز مدير فني لنادي الزمالك يخص الموضوع، ولكن اتحاد الكرة هو المسؤول عن لعب المباراة دي، أنا هكون متواجد، نادي الزمالك جه وخاض المباراة هيلاقيني، لكن لو ما جاش طبعا ده شيء أنا مش مسؤول عنه. وطبعا فكرة الروتيشن وسياسة التبديل ما بين كابتن محمد الشناوي ومصطفى شوبير كانت مهمة جدا، وتوضيحها للجمهور أو جمهور النادي الأهلي كانت مهمة للغاية، علشان حالة التساؤلات والكلام اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي أفضل شيء في الوضوح. روح لنادي الزمالك وتصريحات البرتغالي جوزيه جوماز المدير الفني للفريق اللي أشاد بأداء لعيبة فريقه في مباراة فاركو واللي اتلعبت امبارح. قال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، اللعيبة قدموا المطلوب منهم، المباراة ما كانتش سهلة زي ما ممكن تكون بعض الناس شايفينها. فاركو فريق على فكرة منظم جدا وبيجيد التحولات الهجومية وكان منافس صعب. كمان بيقول الزمالك حقق الفوز لأنه الفريق نفذ المطلوب، اللعيبة بدلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز، بنستحق الثلاث نقاط وبنهدي الفوز للجماهير. فيما يخص بقى عدم الدفع بمحمد عاطف في اللقاء، قال اللاعب تعرض لإصابة في الركبة ولم يخوض تدريبات كافية والمباراة كانت مناسبة لي وانضم للقائمة في حالة احتياجنا لي في مركز الظهير الأيسر. كمان أضاف المدير الفني أن المباراة شهدت مشاركة عدد من اللعيبة أمثال محمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا، هتكون ليهم فرصة طبعا جيدة ان انا اعتمد عليهم في الفترة اللي جاية. قال جوماز لم اتحدث مع اللعيبة بشأن المباراة المقبلة بخصوص النادي الاهلي في الدوري كما تردد، لكن من الناحية الفنية اجعل اللعيبة في حالة جاهزية مستمرة، انا مدير فني اؤدي دوري وفقا للمباريات اللي بقراها امامي، واذا تغيرت اي امور لا تخصني فانا احترم قرار مجلس الادارة. اختتم كمان المدير الفني كلامه وقال اذا اردنا الاستعانة باللعيبة الصغار يجب ان يعني نتقبل وجود أخطاء منهم وعلشان ما نذبحهمش من أخطائهم، لكن مهمتي أن أنا أساعد اللعيبة في أن هم يطوروا أدائهم. دي تصريحات مستر جوزيه جوماز بخصوص مباراة الأمس، اتكلم عن الجانب الفني والتحليلي وطبعا ان هو راضي تماما عن أداء لعيبته وان هم كانوا على قدر المسؤولية والتزموا بالتعليمات اللي هو قالهم. اتكلم عن الاثنين لعيبة اللي دفع بيهم محمد السيد وعمار ياسر، لعيبة 2005 اللي كلمت حضراتكم عليهم طبعا، وهتكون فرصة ليهم مهمة جدا طبعا، كمان مع ان احنا ابتدينا نشوف مرة تانية متعبة ابتدى ياخد المباريات القادمة، ممكن ده يديله فرصة لأنه كان غايب تماما عن المشهد بالنسبة للمباريات الأخيرة للنادي الزمالك. هنشوف مباراة القمة هتكون محضرة لنا إيه، هل هيكون في جديد، هيكون في تصريحات، هنتابع وهنقول معاكم، خصوصا النهاردة هنتكلم على البيان اللي تم إصداره من قبل رابطة الأندية. النهاردة السبت عندنا مباراتين في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. الساعة 7 مساء أمبي هيكون على موعد مع مواجهة الجونة في استاد باتروسبورت، وأيضا في نفس التوقيت طلاع الجيش هيواجه سموحة على استاد جهاز الرياضة. علشان نعيش معاكم الأجواء أكتر تعالوا نروح للجانب الخاص بأمبي ونستقبل عبر الهاتف الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق أمبي ونشوف استعداداتهم لمباراة اليوم. بنصبح على حضرتك يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح، وكل سنه وانت طيبه وعلى مصر كلها ان شاء الله. صباح الفل على حضرتك، منورنا طبعا. والنهارده عايزين نعرف كده الوضع عامل ازاي داخل فريق امبي، شايفين كل المباريات بتتلعب في نفس التوقيت يمكن اغلبها خلال الايام دي، وطبعا علشان يكون في مبدا تكافؤ فرص مفيش مباراه سهله ابدا ينفع يتقال عليها، حتى مع الفرق اللي بتصارع سواء اذا كان في قمه الجدول او في قاع الجدول بقت بتنافس بقوه الأيام دي بحثا عن اي نقطه يخرجوا بيها من المباريات.
والله طبعا زي ما انت بتقولي كده، فرح الدوري فعلا السنه دي قوي جدا زي ما انت شايفه، مفيش اي نتيجه اي حد يقدر يتوقعها خالص في الحقيقه، يعني سواء الناس المتصدره او الناس المتزايده الجدول اللي ما تحسش ان في فرق، ودي بتدي حلاوه كبيره جدا للدوري. فاي مباراه فعلا بتبقى صعبه، خاصه الدور الثاني، الناس كلها دلوقتي كله اللي عايز يجمع ابنات، عشان كل واحد بقى على حسب طموحه، هو بينافس ولا هو عايز يبقى في المربع ولا عايز يهرب من الفوق، يعني المنافسه شديده جدا، مفيش ماتش سهل، يعني ما تقدرش تقول ايه فرقتين بيلعبوا بعض فالمباراه دي عاديه مش ما تهمش حد، لا الماتشات كلها قويه وصعبه، ودي حلاوه الجدول. بالنسبه لنا عندنا طبعا النهارده الجونه فرقه محترمه جدا مع الكابتن علاء عبد العال، عاملين نتائج كويسه السنه دي، مرتاحين من بدري شويه، اديهم طموح برضه، فماتش بيبقى صعب، الماتشات دي بتبقى صعبه لما بتبقى الفرقه نفسها مرتاحه، فممكن تطلع كل اللي عندها، يعني غير ان هي بتبقى مشدوده، ممكن تبقى مستواها الفني يقل شويه نتيجه الضغط المباشر اللي على اللعيبه والجهاز، انما لما بتبقى فرق نوعا ما مرتاحه شويه اعتقد المباراه بيبقى فيها كوره اكتر وفيها استمتاع اكتر. يعني انبي حاليا في المركز السابع، وبالتاكيد يعني نقدر نقول مطمن جدا في المراكز الخاصه بالجدول، وفي نفس التوقيت برضو عايز ان هو يكون في المربع الذهبي. عايزين نعرف طموحكم ايه وبتستعدوا ايه للمباريات القادمه، بتقولوا ايه للعيبه؟ والله هو يعني يمكن كنت قلت قبل كده، هي الميزه دلوقتي عندنا السنه دي يا فرح ان اللعيبه نفسهم هم اللي عندهم طموح ان هم عايزين يفنشوا السنه دي في المربع، ان هم حاسين ان هم يستحقوا حاجه زي كده. يعني فاحنا بنتكلم الجهاز الفني طبعا بيعمل شغله في الملعب، بالنسبه لي بيبقى فيه شويه دوافع نفسيه للعيبه عشان اللي عايز يروح منتخب، اللي عايز يجي له عروض، يعني في حاجات كتيره جدا ممكن تخص اللاعب كلاعب، بس لما بتتجمع مع كتيم اعتقد ان هي بتدفع الفريق اللي قدام يعني. بس احنا ان شاء الله السنه دي ربنا يكرم يا رب ان شاء الله نقدر نفنش في المربع الذهبي، ان احنا زي ما بتقول يا فرح احنا السابع، بس يا كاي لو انا خدت الثلاثه ممكن النهارده ممكن ابقى الثالث مثلا، فاهماني؟ صحيح، الامور قريبه جدا. اتمنى ان احنا نفنش ده، لان السنه دي والله بجد بكلمك احنا عاملين موسم كويس الحمد لله رب العالمين. كابتن سيد ياسين عامل شغل عالي بصراحه يعني، فنتمنى ان احنا ربنا يكرمنا ويوفقنا، وطموحنا زي ما قلت لك يعني مش ان احنا ارتحنا في الجدول فخلاص، لا زي ما قلت لك اللعيبه نفسهم عندهم طموح ان هم ينهوا في المربع الذهبي، وده مأثر علينا شويه المسافات مع اللعيبه، يعني ما بناخدش وقت كبير ان احنا نحفز اللعيبه في الموضوع ده. هسألك على تحديد المراكز اللي محتاجينها او محتاجين ان انتوا تدعموها خلال الموسم القادم، هل ابتدى يكون في حديث ما بينكم وما بين المدير الفني بخصوص هذا الامر، ولا نقول مؤجل شويه حتى من بدون ذكر يعني المراكز او اسماء اللعيبه؟ طبعا هو اكيد احنا ابتدينا نتكلم مع الجهاز الفني احتياجاته ايه وممكن محتاج ايه، بس ده برضو متوقف معانا احنا تحديدا في انبيا فرح على احنا مين هيكمل معانا، يعني احنا ممكن ما نقدرش نحدد دلوقتي مين من نجومنا ممكن يمشي، فاهماني؟ فهو ده اللي مخلينا مأخرين شويه نتكلم في الموضوع ده، يعني ممكن على بدايه الاسبوع اللي جاي ولا حاجه نبتدي بقى نفعل في الموضوع ده وناخد خطوات يعني جاده، انما مش قادرين ناخد القرار ده لما نشوف ان انت معرضه ان ممكن يتاخد منك نجم او اثنين. صحيح. للفرق الثانيه يعني. في النهايه قطاع ناشئي فريق ام بي ونادي ام بي بالتاكيد لسه عندكم المزيد من النجوم علشان تطلعوهم وتبهرونا بيهم خلال الموسم القادم، ايه الاستعداد وبتراهن على مين من اللعيبه؟ طبعا قطاع الناشئين ده كلمه السر بتاع نادي ام بي، ودي حقيقه كلمه السر نادي ام بي هو قطاع الناشئين بتاعه، قطاع مميز جدا في الحقيقه، بيمدنا على طول، مش عايز اقول لك كل سنه، ده ممكن عايز اقول لك لو كل شهرين ثلاثه في لعيبه عندنا حقيقي. الحمد لله كواليتي جميل جدا، اعتقد السنه دي ان احنا لسه ما نهناش الموسم، هيبقى في مفاجآت من قطاع الناشئين، اعتقد في اسامي كويسه ممكن تطلع، يعني احنا عندنا دلوقتي لعيب في 2005 بيتمرن معانا اسمه ابو العمايم، في لعيبه ثانيه 2006 و2007 هيطلعوا لعيبه، في ناس السنه دي ممكن تلعب في سن صغير جدا، مش عشان ان هم صغيرين لا، عشان الكواليتي بتاعهم يسمح لده. انا اعتقد ان احنا لسه قبل الموسم ده ما يخلص كمان انبي هتظهر لعيبه من قطاع الناشئين جديده، الناس برضو ان شاء الله تتكلم عليها. يعني شفت امبارح وتابعت مباراه نادي الزمالك يا كابتن محمد، وبالتاكيد شفت اثنين لعيبه مواليد 2005، محمد السيد وايضا عمار ياسر. عمار ياسر تعليق حضرتك ايه ايضا؟
والله بصي، وجهة نظر لكل الأندية ما عدا طبعا أندية اللي هي كل شغلها لازم تاخد البطولات، ونادي زي الأهلي ممكن الزمالك، إنما كلمة السر تاني هو قطاع الناشئين. ليه؟ لأن إحنا يعني لو فضلت الكرة المصرية مستمرة على هذا المنوال، ما أعتقدش إن في أندية هتقدر تكمل بالشكل المبالغ فيه بالأسعار، والموضوع بقى صعب قوي. طبعا. فنصيحتي لكل الأندية إن هو يهتم شوية بقطاع الناشئين، ده هيوفر له فلوس كتير جدا في الفريق الأول. إحنا شايفينه كويس قدامنا في إنبي الحمد لله، يعني إنبي لو ما كانش قطاع الناشئين كان الموضوع بقى عندنا كان بقى وصل لمراحل صعبة، إنما أنا شايف إن قطاع الناشئين وبداية نادي الزمالك إن هو يبتدي يطلع عنده من لأن بس يعني اللي نفع نادي الزمالك شوية دلوقتي إن هو إيه خلاص اللي عايزه من الدوري أعتقد خده، يعني الكونفدرالية هو هيلعب خلاص، يعني هو حسم أموره، فممكن عنده وقت ودي فرصة كبيرة إنه يدي فرص الله ينور عليك عشان يستعد للموسم الجديد، فأنا شايفها حاجة إيجابية جدا في الحقيقة يعني. تحياتنا لحضرتك كابتن محمد اسماعيل، وبالتوفيق النهارده في مباراه اليوم باذن الله في مسابقه الدوري المصري الممتاز. بنستمتع دائما بالمباريات عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. المباراه هتتلعب على استاد باترو سبورت. المباراتين في سباق الحفاظ طبعا على مراكز متقدمه، يعني في جدول الترتيب لحد دلوقتي الفرق الاربعه اللي بقول لكم عليهم بعاد عن مراكز الهبوط. انبي معاه 37 نقطه في المركز السابع من 25 مباراه، الجونه معاه 31 نقطه في المركز ال 12 من 26 مباراة، وفي المقابل طلائع الجيش معاه 33 نقطة من 24 مباراة في المركز ال 11، سموحة معاه 38 نقطة في المركز الخامس من 25 مباراة. يعني الأربع فرق اللي بقول عليهم هيكونوا كلهم مستعدين وبقوة، مواجهات كلها شبه متكافئة ما بين الأربع أندية، الكل مستعد والكل بينافس بقوة وبيبحث عن الثلاث نقاط وأكبر استفادة من مباريات اليوم. طيب، فاز النادي الأهلي وفاز الزمالك وأصبح الفريقين على موعد مهم وقومي يوم الثلاث في لقاء القمة اللي لغاية دلوقتي مش عارفين إذا كان هيقام في ميعاده ولا لا، رغم أن مسؤولي نادي الزمالك رافضين حتى هذه اللحظة أن هم يلعبوا المباراة قبل ما يلعب الأهلي المؤجلات اللي تابعناها وقلناها مع حضراتكم. هم ماتشين بالمناسبة، يعني فرق ما بين نادي الأهلي والزمالك، الأهلي لعب 18 مباراة، الزمالك لاعب 20. هنشوف الوضع هيمشي ازاي، هنشوف الامور هيتم حلها ازاي، وبنتمنى دايما انه يكون في احتواء للامور في اسرع وقت، ما نستناش لحد ما الامور تتفاقم. وفي ال 24 ساعه اللي جايه بخصوص مباراه القمه هيكون بالتاكيد في جديد، لان المباراه هيكون ليها تاثير كبير في نتيجتها على شكل المنافسه، خصوصا ما بين الثنائي سواء كان النادي الاهلي او بيراميدز. فعشان كده الامور دي مهمه انه يتم حسمها خلال الايام القادمه. تعالوا نروح معاكم لفقره تصريح وتعليق فيما يخص مباراه النادي الاهلي والزمالك القادمه. اكد احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على تمسك اداره نادي الزمالك بموقفها المعلن خلال الايام القليله الماضيه حتى اخر لحظه، وقال انه نادي الزمالك موقفه واضح بانه مش هيخوض اي مباريات جديده حتى استكمال مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري المصري ممتاز. بيقول إن نادي الزمالك ليس خارج المنافسة على بطولة الدوري كما يقال، إحنا رافضين النغمة دي بشكل تام. أشار إنه ضرورة احترام النادي وجماهيره، الزمالك فريق كبير مطالبنا مشروع، الأهلي ليس طرفا في الأزمة وبنطالب بضرورة وضع جدول مباريات طبيعي زي جميع بلاد العالم. التفاوت بقى اللي بيحدث في بطولة الدوري لا يتواجد في أي مسابقة بالعالم، نريد لعب المؤجلات بنفس ترتيبها، وبنسأل لماذا لا تلعب بنفس الترتيب الموضوع منذ البداية، ليه بتغير في الترتيب؟ دي التصريحات اللي صدرت من قبل المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اللي أكد فيها على أنه نادي الزمالك على نفس موقفه، متمسك بعدم خوض مباراة القمة المقبلة يوم الثلاثاء القادم أمام النادي الأهلي حتى يلعب النادي الأهلي المباراتين المؤجلتين بالتحديد، يعني اللي من الدور الأول. تصريح تاني ولكن من الطرف الآخر وطبعا الخاص بلقاء القمة هو النادي الأهلي، تحدث الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي حول ما يتردد بتأجيل لقاء الفريق مع نادي الزمالك، وقال هنروح استاد القاهرة طبعا في موعد المباراة، جدول التدريبات مش هيتغير تماما، الأهلي مش طرف في اللي بيحصل. وفيما يخص رابطة الأندية المصرية وموقفها من طلبات نادي الزمالك، رابطة الأندية ردت على مطالب نادي الزمالك،
مطالب نادي الزمالك كانوا 4 طلبات تقدم بيهم الفريق عقب مباراة المصري بورسعيدي، وحدد نادي الزمالك 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري المصري وتفادي تكافؤ الفرص والمشاكل اللي حاصلة، وأن يكون في مبدأ تكافؤ الفرص. ردت الرابطة وقالت كالتالي: مشكلة الحكام تبع للجنة الحكام في اتحاد الكرة وليست من اختصاصات رابطة الأندية. عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الأول ده صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن النادي الأهلي لعب مباراتين أقل من نادي الزمالك رغم مشاركته في بطولات أكتر، وهي الدوري الإفريقي، السوبر الإفريقي، وكاس العالم للأندية، ودي بطولات أكتر خاضهم النادي الأهلي عن نادي الزمالك. المؤجلات، سيتم إعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبلة بترتيب الجولات، وسيكون هناك فرص على إقامة المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. عدم خوض الزمالك للقمة هذا قرار يخص مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو سيد قراره والرابطة ليست طرفا في الأمر. ده البيان اللي خرج من قبل رابطة الأندية ردا على بيان نادي الزمالك اللي كان بعد مباراة المصري بورسعيد، اللي بيأكد فيه على عدم خوض نادي الزمالك أي مباراة بعد مباراة فاركو على الأخص، إلا بعد ما النادي الأهلي يلعب المباراتين المتبقيتين لي في مسابقة الدوري المصري ممتاز من الدور الأول. كان رد واضح وصريح وتفصيليا كده أنه كاس الرابطة قال المباراة على الموعد، مباراة القمة على الموعد، نادي الزمالك عايز يشارك يشارك، مش عايز يشارك ده حق مشروع ليه تماما وهو حر ويتحمل مسؤولية قراره. عاوزين نروح بقى الخبر مهم امبارح، كان اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، واللي اعلن بشكل رسمي تحديد موعد اقامة كاس الامم الافريقية 2025 في المغرب. هيكون في يوم 21 من ديسمبر 2025 على ان تقام المباراة النهائية 18 من يناير 2026. والحقيقة كويس جدا انه يتم الاعلان عن موعد اقامة البطولة، لانه الفترة الاخيرة شهدت اخبار كتير جدا كلها مرتبطة بتضارب مواعيد انطلاق البطولة، لانه العام القادم يعني بنقول انه هو هيكون في ازدحام باجندة المواعيد القارية والدولية سواء للاندية او المنتخبات، وده طبعا غير إقامة بطولة كاس العالم للأندية في 2025 وبالتصور الجديد، وكمان تصفيات كاس العالم للجولة الخامسة والسادسة، ده غير طبعا احتمالية إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي وكمان بطولة الأفرو أسيوي. يعني ارتباطات كتير جدا هنعيشها وهنشوفها في الموسم القادم، علشان كده بيتم حسم الجدل ده بشأن إقامة البطولة اللي هتكون في فترة الشتاء. وعاوزين ننوه كمان أن انطلاق منافسات تصفيات كاس الأمم هيكون خلال العام الحالي 2024 شهر سبتمبر وأكتوبر. إقامة قرعة التصفيات هيكون مع بداية الشهر اللي جاي، يعني ممكن جدا مطلع الأسبوع اللي جاي يكون الإعلان عن قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية. أتمنى من دلوقتي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن ينسق مع مسؤولي اتحاد الكورة ورابطة الأندية علشان يكون في تحديد بالفعل المواعيد التوقفات الدولية اللي محتاجها الموسم الحالي المزدحم جدا جدا بالبطولات، والأمور تكون واضحة وصريحة. طيب، امبارح في منافسات يورو 2024 فازت أوكرانيا على سلوفاكيا بهدفين لهدف في المجموعة الخامسة علشان ترفع رصيدها ل3 نقاط نفس رصيد سلوفاكيا. تعالوا كده نشوف معاكم تصريحات سيرهي المدير الفني لمنتخب أوكرانيا بعد المباراة ونرجع نكمل كلامنا. وفازت النمسا على بولندا 3-1 في منافسات المجموعة الرابعة عشان ترفع رصيدها ل3 نقاط، في المقابل بيتوقف رصيد بولندا عند 0 من النقاط وتقريبا ودعت المنافسات مبكرا. أما مباراة قمة المجموعة ما بين فرنسا وهولندا انتهت بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين. النهاردة عندنا 3 مواجهات في يورو 2024. المباراة الأولى الساعة 4 عصرا هتجمع ما بين منتخب جورجيا والتشيك. الساعة 7 مساء تركيا هتواجه البرتغال. وأخيرا الساعة 10 مساء بلجيكا هتكون على موعد مع مواجهة منتخب رومانيا. تعالوا نشوف معاكم تقرير عن مباريات اليوم ونرجع نكمل كلامنا. جورجيا مع التشيك في المجموعة استتساوا المنتخبين بدون نقاط. تعالوا نشوف برضو تصريحات إيفان حصيك المدير الفني لمنتخب التشيك ونرجع نكمل مرة تانية. نفس الموضوع في المجموعة السادسة البرتغال مع تركيا، المنتخبين معهم 3 نقاط. تعالوا برضو نشوف تصريحات جوي جوتا لاعب منتخب البرتغال ونرجع نكمل مرة تانية.
بعد ما شفنا تصريحات اللاعب دييغو جوتا لاعب منتخب البرتغال، اخيرا متبقي لنا مباراه بلجيكا مع رومانيا في المجموعه الخامسه. بلجيكا معاها صفر من النقاط بعد خساره امام سلوفاكيا، دي كانت اول مباراه، ورومانيا معاها 3 نقاط من فوز في المباراه الاولى على اوكرانيا. تعال نشوف تصريحات كل من ارثر تيات ويوري لاعبا منتخب بلجيكا ونرجع نكمل كلامنا. بداية بطولة يورو أوروبا 2024 بدأت المفارقات يعني تبقى كتير جدا في البطولة، أبرزها أنك أنت بتتابع وتشوف ظاهرة الأهداف العكسية اللي سجلها المدافعين في مرماهم، واللي حسبت طبعا مباريات كتير جدا لصالح المنافسين. هقول لحضراتكم برضو أبرز المباريات اللي سجل فيها اللعيبة أهداف عكسية، أخرها مباراة أول امبارح واللي جمعت إسبانيا مع إيطاليا وانتهت بفوز إسبانيا 1-0. سجل الهداف مدافع منتخب إيطاليا ونادي بولونيا وده كان ريكاردو. كمان مواجهة فرنسا مع النمسا واللي انتهت فوز الديوك الفرنسية بهدف دون رد، سجل مدافع منتخب النمسا ونادي ليدز يونايتد ماكس المان بالخطأ في مرمى. في المباراة أو مباراة البرتغال مع التشيكي اللي انتهت بفوز البرتغال 2-1، سجل المدافع التشيكي روبن هارنيك هدف التعادل في مرمى لصالح المنتخب البرتغالي، وده طبعا قبل ما يضيف النجم كونسيساو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة. في ماتش كرواتيا مع ألبانيا واللي انتهت بالتعادل 2-2، سجل مدافع منتخب ألبانيا وأيضا ده كان في هدف في مرمى لصالح المنتخب الكويتي، ودي كانت مجموعة من الأهداف العكسية اللي حسمت بعض المباريات وغيرت في نتائجها بشكل كبير. وأكيد ما زال في يورو 2024 مفارقات ومفاجآت بالجملة. لسه مع أجواء بطولة اليورو، وأقام فنان ألماني معرض للاحتفال بوجود منتخب إسبانيا في بلاده، وده خلال مشاركته أو مشاركة منتخب إسبانيا في بطولة اليورو اللي مقامة في ألمانيا. الفنان الألماني واللي عاش في إسبانيا أكثر من 20 سنة فكر في أنه يبتكر معرض لرسوم مختلفة بتجمع ما بين حب للتراث الإسباني وألمانيا في لوحة واحدة. تعال نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. عشت في إسبانيا، لذلك كان من الواضح بالنسبة لي أن أفعل شيئا من الخليط، وهو أمر مثير للسخرية والابتسامة بعض الشيء، وأن أفعل شيئا مختلفا. عادة ما يحب الناس القيام بشيء يركز حقا على كرة القدم. فكرت في توروس أي الثيران، مصارع الثيران، ولدينا ثيران أيضا في الغابة السوداء. هذا مزيج ما يمكنك رؤيته هنا. لقد استقبلت الكثير من الزوار هنا الأسبوع الماضي بعد أن افتتحت المعرض. أعتقد أن الجميع كانوا متحمسين وسعداء حقا بهذا الأمر. جميع الناس مهتمون برؤية شيء مختلف، وأنا متأكد من أنني الوحيد الذي فعل شيئا مختلفا للترحيب حقا بالفريق الإسباني لكرة القدم. يعمل الآخرون بأعلام صغيرة أو أي شيء آخر، لكن هذه ليست طريقتي، أفعل شيئا أكثر. مشاهدينا لسه كلامنا وحديثنا مستمر معاكم وآخر أخبارنا الرياضية في صباح أون تايم، ولكن فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح أون تايم. تعالوا نروح معاكم لبطولة كوبا أمريكا واللي انطلقت فجر الجمعة بمواجهة الأرجنتين وكندا وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد. ليونيل ميسي قائد الأرجنتين اتكلم عن صعوبة المباراة الافتتاحية، واتكلم إن هي طبعا بتحدد مشوارك في البطولة، خصوصا لو حصل أي تعثر بيأثر على شكل الفريق. تعالوا نشوف ميسي قال إيه ونرجع نكمل كلامنا. في نفس البطولة كوبا أمريكا، تعادل فجر اليوم منتخبي بيرو وتشيلي بدون أهداف في المجموعة الأولى من البطولة. تعالوا نروح لموضوع من المواضيع اللطيفة جدا، وخاصة بالرياضة النسائية، واللي يعني مرة كده زي ما بنقول خلال الفترات اللي فاتت بيحدث أحداث كتيرة وجديدة. المرة دي من الإكوادور، وقررت مجموعة من النساء في إحدى القرى في الإكوادور اختراع رياضة جديدة خاصة بيهم، خصوصا إن كرة القدم ممنوعة عليهم ومسموحة فقط للرجال. قرروا إن هم يخترعوا كرة يد بس بقانون جديد، بتلعب المباراة لمدة شوطين،
كل شوط مدته 25 دقيقه وبالزي التقليدي ليهم. تعالوا نشوف حكايه اللعبه دي عامله ازاي، شكلها عامل ازاي عشان نفهمها اكتر مع بعض ونرجع نكمل كلام. الهدف هو ليس تحقيق الفوز، ولكن الهدف هو كسر الروتين اليومي، ولكي نمنح الوقت لأنفسنا كسيدات حتى نخلق مجالنا الخاص. نحن نسعى لنسيان مشاكلنا في البيت مع أزواجنا وأولادنا، فنحن ننساهم على الأقل خلال هذه الساعات التي نقضيها في اللعب. نحن نجري بالكرة للأمام والخلف ونضحك ونمتع أنفسنا، كما أن حركة الجسد تقوينا وتجعلنا ننسى كل المشكلات التي نواجهها في بيوتنا. نستطيع أن نفعل كل شيء، حيث نستطيع العمل والاهتمام ببيوتنا ونخصص أوقات للرياضة. الحقيقة من الأفكار اللطيفة جدا ممكن تكون السيدات بتحاول ان هي تسلي نفسها في الإكوادور فعلا بلعبة زي دي، ولكن دايما بنقول الابتكار والأفكار الجديدة لطيفة قوي. تعالوا نروح معاكم دلوقتي لآخر أخبارنا في On Fire News. نبدأ أول أخبارنا مع بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، وكشف مصدر مسؤول داخل المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة خلال العام المقبل. قال المصدر بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة هيتم تنظيمها في مصر خلال شهر فبراير عام 2025. استضافت مصر نسخة 2023 واللي توجت بها السنغال العام الماضي. ستكون النسخة المقبلة هي المرة الثالثة اللي تستضيفها مصر البطولة دي بعد نسختي 1991 و2023. أما عن المنتخب الأولمبي، وتحدث البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن استعدادات الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وشدد على أن طموحه بلا حدود وهيقاتل لحصد ميدالية أولمبية. قال ميكالي خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: مر عامان منذ وصولي للقاهرة، أعتقد أننا نبني شيئا مهما مع هذا المنتخب الوطني. مر منتخب مصر بأوقات عصيبة، لكننا نجحنا في قيادة الفريق إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة العام الماضي، وهو ما منحنا مكانا في الأولمبياد. يعتقد الجمهور أن بإمكاننا حصد ميدالية من باريس 2024، وهو أمر لن يكون سهلا لأننا في مجموعة صعبة، لكننا سنقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف. أما عن أخبار القلعة الحمراء، النادي الأهلي بيخضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي للفحص الطبي خلال الساعات القادمة عشان يتم تحديد موقفه من اللحاق بقمة الدوري أمام نادي الزمالك يوم الثلاثاء اللي جاي. تاو كان تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في معسكره الأخير بشهر يونيو الجاري، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال النادي الأهلي. وطبعا من المنتظر تحديد مصير بيرسي تاو للمشاركة في مباراة القمة بعد الفحص الطبي، وأصبح فرص لحاقه لا تتعدى 50%. استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع لاعبة الفريق اليوم السبت في بداية التحضير لمباراة القمة أمام نادي الزمالك. ومن المنتظر أن يطالب كولر من اللعيبة خلال الجلسة بعدم التركيز مع ما يتردد بشأن رفض الزمالك خوض مباراة القمة، وبيرغب كولر في إبعاد لاعبة نادي الأهلي عن أي أجواء قد تفقدهم تركيزهم قبل المباراة، واللي بيسعى خلالها لفريق الأحمر لتحقيق الفوز بحثاً عن استعادة صدارة الدوري والحفاظ على درع المسابقة خلال الموسم الحالي. أما عن أخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك، نبدأ من عند الرباعي ياسر حمد وناصر منسي ومحمد السيد وعمار ياسر، واللي خاضوا تدريبات إضافية عقب انتهاء مباراة فاركو أمس. وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت قيادة جواو ميغيل المخطط الأحمال بالفريق على أرضية ملعب المقاولون العرب. نروح لخبر تاني، حيث قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوماز منح اللعيبة راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة فاركو اللي أقيمت أمس في مسابقة الدوري، وبيستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غدا الأحد المقبل على ملعب النادي بصورة طبيعية. كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن حجم إصابة حسام عبد المجيد لاعب الفريق واللي تعرض لها خلال مباراة فاركو. وقال الدكتور محمد أسامة إن حسام عبد المجيد شعر ب
تقل في العضلة الخلفية، ولكن حالته جيدة واستكمل المباراة بشكل طبيعي. أما عن فريق طلائع الجيش وفيما يخص لاعب نادي الزمالك محمد شحاتة، كشف مصدر بنادي طلائع الجيش عن آخر تطورات تفعيل بند الشراء النهائي لمحمد شحاتة لاعب وسط الفريق، وأيضا ده قبل نهاية الموسم الجاري. أكد المصدر أن البند لم يفعل حتى الآن، وأشار إلى أنه فور إتمام التفعيل سيعلن ضم اللاعب بشكل نهائي لصفوف نادي الزمالك النادي. وكمان انضم محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك لصفوف الفريق، ده كان خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت قادما من نادي طلائع الجيش في آخر أيام القيد، وده على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند يمكن للزمالك أن هو يشتري به اللاعب بشكل نهائي مقابل 12 مليون جنيه. مشاهدينا لسه حديثنا مستمر، ولكن في الجانب الفني والتحليلي هيكون منورنا بعد الفاصل ضيفنا الأستاذ عمرو عماد المحلل الرياضي في صباح أون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورنا النهاردة ضيفنا عمرو عماد المحلل الرياضي لصباح اون تايم. صباح الفل عليك يا عمرو، منورنا واهلا بيك. صباح الفل، وان شاء الله باذن الله تكون حلقة كويسة. يورو، اهلي زمالك، في يعني عندنا كتيرة حاجات كتير جدا يعني عايزين نتكلم فيها، وبالتاكيد اكتر بطوله ممتعه والناس كلها حابه تتابعها خلال الايام دي يورو 2024. شفنا عدد كبير من المباريات واللقاءات، هنقول انه البدايه كان كل متوقع انه المواجهات هتكون متكافئه في حد ما، وانه مش هيكون في مفاجات، المنتخبات الكبيره هتفضل كبيره وهتكون دايما النتائج على هذا الوضع. هل نقدر نقول كان في اي مفاجات حتى مباراة الأمس؟ طبعا مباراة سلوفاكيا، شفت أي حاجة جديدة بالنسبة لك ولا لا؟ في منتخبات كانت قوية وكان المفروض أنها تظهر بشكل كويس، ظهرت كده. في منتخبات تانية كان المفروض أنها تظهر بشكل أحسن، ده ما حصلش. وفي منتخبات تالتة ما كانش متوقع منها قوي ولكنها ظهرت بشكل مبهر. النهاردة ممكن احنا نكون النهاردة عاملين حاجة، ان احنا جايبين أفضل منتخبات في اليورو لحد دلوقتي، هم منتخب ألمانيا وأسبانيا، وهنتكلم عنهم. هنبدأ نشرح للمشاهد ازاي ان هو يقدر يعرف تفاصيل المنتخبين دول وازاي هم بالقوة اللي هم عليها النهاردة. طيب لو اتكلمت معاك ايضا على النتائج حتى هذه اللحظة، يعني اتكلمنا عن إسبانيا، اتكلمنا عن إيطاليا، اتكلمنا عن انجلترا، فرنسا، هل نقدر نقول ألمانيا؟ طبعا هل دي المنتخبات اللي خلاص بتراهن عليها مكملين معانا ولا لا ممكن نشوف حاجات تانية؟ زي ما قلت لك ألمانيا أسبانيا هما بالنسبة لي أحسن منتخبين لحد دلوقتي في بطولة اليورو، لأن في شغل فني كتير قوي. البرتغال من المنتخبات اللي كان عندها إمكانيات عالية قوي وبوتنشال عالية قوي، ولكن ما ظهرتش بأداء جيد في المباراة الأولانية. نتمنى إن هو في المباراة الثانية يكون في أداء أحسن، ولكن أسبانيا وألمانيا هما الاثنين اللي ظهروا بشكل عالي قوي. هنبدأ نعرض للناس أكتر ونتكلم بتفاصيل فنية أكتر عن منتخب ألمانيا وأسبانيا عشان يشوفوا إزاي المنتخبين دول وصلوا بهذه القوة لحد دلوقتي. فلو جينا اتكلمنا وبدأنا كلامنا عن المنتخب الألماني، فهنبدأ نلاقي إنه ناجلزمان المدير الفني ومنتخب ألمانيا قدم أداء كبير قوي معتمد على تواجد توني كروس. يعني إيه؟ منتخب ألمانيا بيبقى واقف بالطريقه اللي قدامكم دلوقتي دي، وهي 3-1-6، ثلاث لعيبه في الخط الخلفي، قلب الدفاع الثالث بيكون هو توني كروس. توني كروس بيبدا يسقط لتحت عشان يطلع كل لعيبه منتخب المانيا لقدام. زي ما احنا شايفين في الثلث الاخير من الملعب في 6 ممرات هجوميه لمنتخب المانيا، الاثنين اظهره، هما الاثنين بيزيدوا، مش واحد والثاني لا الاثنين بيزيدوا مع بعض، والاثنين اجنحه بيدخلوا لعمق الملعب اللي هم فيرتز وموسيالا. فيبقى شكل منتخب الماني في الثلث الاخير عباره عن 6 لعيبه، في منهم جمال موسيالا، جوندوجان، فيرتز، بين الخطوط 2 اظهره، وكمان كي هافرتز كمهاجم. طب ده بيفيد المنتخب الالماني في ايه؟ ان هو موسع الملعب باكبر عدد ممكن من اللعيبه اللي هم الاثنين اظهره، فمساحه الضغط اللي الخصم بيضغط بيها بتكون كبيره قوي، كبيره، فبينتج عنه مساحات للعيبه اللي بين الخطوط اللي صحيح. هي جمال موسيالا وفيرتز وجوندوجان، وكل ده في بقى الرئيس بتاعهم اللي هو اصلا بيطلعهم وبيلعبهم اللي هو توني كروس. فده بالنسبه لمنتخب المانيا. منتخب المانيا يعني بناء على العناصر الجديده اللي ابتدينا نشوفها
تندمج مع المنتخب الألماني خلال الفترات الأخيرة. تعليقك إيه؟ يعني المنتخب الألماني شكله كله اتغير، والعناصر اللي كان بقالنا سنين بنشوفها وتم الاعتماد عليها، بس لنا نشوف ضخ دماء جديدة. شايف إن ده فاد المنتخب الألماني؟ طبعا فاد المنتخب الالماني، وعلى فكره مش بس ضخ دماء جديده، اعاده توني كروس للمنتخب الالماني كان ليها جزء كبير قوي مهم، لان توني كروس هو اللعيب اللي الباقي بيثق فيه عشان يبدا ان هم يطلعوا لقدام ويجروا لقدام. توني كروس بيبقى واقف قلب دفاع ثالث، شايف الملعب كله، بيبدا يطلع الكوره، او على الاقل بيكون ساحب لاعب من الخصم ضاغط عليه فبيفضي لعيب ثاني. فتوني كروس هو المهندس للمنتخب الألماني في عملية التدرج بالهجمة، ومصعب الأمور قوي على أي خصم عايز يضغط على منتخب ألمانيا. لو أنت عايز تضغط عالي هتفكر كذا مرة قبل ما تضغط على منتخب ألمانيا. ضيف على كده بقى أدوار فيردز وموسيالا اللي بيبدلوا أماكنهم أحيانا يمين وشمال، وأحيانا التانية تلاقي موسيالا بيلعب ناحية الشمال وأحيانا ناحية اليمين والعكس مع فيردز. ففي رفاهية كبيرة قوي عند ناجلزمان في منتخب ألمانيا، وهو قادر يوظفها بشكل كويس، قادر من خلالها أنه هو يحقق نجاح كبير في أول مبارتين. ولكن السؤال، انت دلوقتي بتلعب بست ممرات هجوميه، ست لعيبه قدام بتطير الباكات، وفي نفس الوقت بتخلي اللعيبه اللي في نص الملعب تزيد. لما تلاعب منتخب عنده امكانيات عاليه قوي في عمليه التحولات، او بتلاعب منتخب تقيل عنده اسلحه ممكن تاذيك في عمليه المرتدات، هل هتجازف بنفس العدد ده من اللعيبه، ولا هتبدا ان انت تقلل الموضوع شويه، تخلي باك يزيد وباك تاني لا؟ لو عملت كده هتاثر على الشكل الهجومي، لان الشكل الهجومي الاثنين الباكات لما بيفتحوا عرض الملعب بيبقى فيه مساحات للاعيبه اللي بين الخطوط، لو واحد منهم ما بقاش موجود المساحات دي هتبقى اقل. فهنا بقى السؤال، يعني احنا عرضنا للناس ليه منتخب المانيا منتخب قوي، لكن في نفس الوقت بنسال هل قدام منافس اقوى وقدام منافس عنده حلول في المرتدات اكتر، ناجلزمان هيستمر بنفس الشخصيه وبنفس الطريقه ولا لا؟ هو ده السؤال اللي مكمل معانا لدور 16. مباراه منتخب ايطاليا واسبانيا، هل نقدر الناس كانت متوقعه تشوف مباراه يعني فيها متعه اكتر من كده وغزاره تهديفيه؟ نحكم على المباراه دي من الهدف اللي احرزه المنتخب الاسباني ولا لا لسه في اكتر من كده؟ منتخب اسبانيا قدم كل حاجه ممكن يقدمها في الجيم ده، ولكن النتيجه هي اللي طلعت 1-0 بس. وده اللي قاله سباليتي مدرب ايطاليا بعد الماتش، قال لك ايه؟ قال لك احنا اتاذينا كتير قوي، ولكن النتيجه خدمتنا. حجم الاذى اللي اسبانيا سببته لينا ما بتعبرش عنه نتيجه المباراة. لان منتخب اسبانيا هو رسم لوحه، واحنا جايبين اللوحه دي معانا هنا عشان نوري المشاهد ليه منتخب اسبانيا منتخب عمل كل حاجه في الكوره، عمل كل حاجه في مباراه ايطاليا، واجبر منتخب ايطاليا ان هو يلعب بالطريقه دي. لما نبدا نعرض الحالات نمشي بقى واحده واحده، لان هي زي ما بقول لك هي لوحه بتبتدي من الاول من عند الاثنين اجنحه بتوع المنتخب. يمين يامال وويليامز بيعملوا ايه؟ بيبقوا واقفين على الخط، واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، عشان يثبتوا اظهره منتخب ايطاليا ويمنعوهم من انهم يضغطوا قدام. فلما هنخش بعدها على اللقطه اللي جايه هتلاقي انه رودري وقلبين الدفاع عاملين زياده عدديه على ثنائي منتخب ايطاليا. منتخب ايطاليا بيضغط باثنين واحنا ثلاثه ورا، فاحنا عندنا لعيب زياده بنطلع بيه بالكوره. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ طيب الهجمة اللقطة اللي بعدها بقى، عشان ما يحصلش الزيادة العددية دي، هنبص على رودري، هنلاقي لعيب ثالث لمنتخب إيطاليا بقى بيروح معاه. في اللقطة دي في الصورة دي أصبح فيه حالة 3-3 في التلت الأول، بس في المقابل اللعيب اللي راح ضغط على رودري ساب مين فاضي؟ بدري. بدري اللي هو اللقطة اللي بعدها بقى، بدري هو اللعيب الحر، هو اللعيب الفاضي. نتيجة إيه؟ إن في لاعب من منتخب إيطاليا ساب مكانه وراح يضغط على رودري من قدام. طيب عشان بدري ما يتسابش فاضي، ايه اللي بيحصل بقى من منتخب ايطاليا؟ نخش على اللقطه اللي بعدها، هتلاقي ان المدافع اللي عليه السهم ده هو مدافع منتخب ايطاليا. شوف موجود فين؟ موجود تقريبا عند منطقه جزاء اسبانيا. طب هو ليه موجود هنا؟ موجود هنا عشان ما يبقاش فيه زياده عدديه لمنتخب اسبانيا في عمليه التدرج بالهجمه. طب ده نتج عنه ايه بقى؟ نخش على اللقطه اللي بعدها اللي هي اللقطه الاخيره، المساحات الكبيره قوي اللي موجوده للاثنين اجنحه اللي هم ويليامز ويمين يامال. فمنتخب ايطاليا كان قدام اختيار من الاختيارين، يا اما هتسيب رودري فاضي في الثلث الاول، يا اما هتسيب بدري فاضي في الثلث الثاني، يا اما هتسيب مساحات للاثنين اجنحه دول في الثلث الاخير. فاختار انت عايز ايه، انهي اذى فيهم وانا هعمله لك. عايز تسيبنا نطلع بالكره من رودري، ولا عايز تسيب الكره لبدري بين الخطوط، ولا عايز تسيب الاثنين اجنحه دول يشوفوا شغلهم؟ هل ممكن المنتخب الايطالي يتدارك الاخطاء دي خلال المباريات القادمه؟ احيانا بتكون المباريات الثقيله في دور المجموعات ميزه مش عيب، لانه انت كده كده ممكن تصعد، امورك في المجموعه تمام.
والمشكله بقى كلها هتكون في ان انت ممكن تتدارك الموضوع ده في الماتشات اللي جايه قصاد فرق اكبر، فساعتها هتكون دي ميزه كبيره قوي. وده اللي قاله سباليتي، قال لك احنا اكتشفنا اخطاء كتيره موجوده عندنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها. شفت ازاي منتخب انجلترا ويعني بيقال انه منتخب بيرنغهام، تعليقك ايه؟ ساوث جيت مدرب المنتخب الانجليزي هو زيه زي اي مدرب عنده فكر، والناس لازم تكون واخده بالها من الموضوع ده، انه اي مدير فني عنده فكر طبيعي ان هو لازم يكون عايز يطبق، عايز يطبق الفكره دي، بتنجح بتفشل دي بقى حاجه ليها علاقه بالمدير الفني، ولكن هو بيكون في فكره ما بيحاول ينفذها. فكره منتخب انجلترا او مشاكل بقى منتخب انجلترا من وجهه نظري الشخصيه اللي خلت الاداء باهت شويه سواء في الماتش الاول في الماتش الثاني، ان السكواد كله تقريبا او القايمه كلها هي معظمها لعيبه تحت الكوره. يعني تقريبا باستثناء ساكا وشويه بيلينجهام مفيش لعيبه رانرز، مفيش لعيبه بتجري في المساحه، مفيش لعيب تقدر تلعب له كوره في المساحه، كل اللعيبه عايزه الكوره في رجليها تقريبا. وده شيء بيخلي من المنتخب الانجليزي هو منتخب بيعمل باصات كتير قوي بس مفيش فعاليه على المرمى، مفيش فرص. المباراه الاولى المنتخب الانجليزي تقريبا ما عملش غير 5 فرص طول 90 دقيقه، مفيش منهم غير كورتين بس هما اللي خطر، اللي هي واحده منها الجون. وبالتالي منتخب بهذه الامكانيات في احسن مواهب، احسن لاعب في الدوري الانجليزي فودن، احسن لاعب في الدوري الاسباني بيلينجهام، هاري كين احسن لعيب في الدوري الالماني، هداف الدوري الالماني، بتكلم عن كم من النجوم، ووكر، ستونز، كم من النجوم جبار، جيل تاريخي للمنتخب الانجليزي، ما ينفعش ان هو يظهر بالاداء الباهت اللي هو ظهر بيه ده. لسه حديثنا مستمر معاك يا عمرو، ولكن استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره تانية نستكمل حديثنا في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل فقرتنا ونورنا فيها عمرو عماد المحلل الرياضي. عودة ليك يا عمرو، ونروح لمسابقة الدوري المصري الممتاز. تديها معاك من مباراة النادي الأهلي والداخلية بالأمس، كان في تصريحات لمستر مارسيل كولر اتكلم فيها على إنه النادي الأهلي أو لعبته ما كانوش محضرين لقيمة الخصم، يعني فكرة إن أنا أكون بلعب ولكن أنا واثق من الفوز، وده مش شيء وحش، لكن في بعض الأحيان المدير الفني ما بيكونش عايز ده لأنه عايز يطلع أفضل ما عند لعبته. فكرة الاستهتار ممكن تكلف الفريق العكس. دي حقيقة، ولكن ده شيء طبيعي لأي فريق بينافس على الكم كبير من البطولات، مش بس هنا، في أي حتة. فكرة التحضير الذهني للمدرب مهمة، بس في نفس الوقت حالة اللعيب نفسه أو تفكير اللعيب نفسه هي بتكون نقطة مصيرية في الموضوع ده. فلو اللعيب هو اوريدي مش محضر نفسه بشكل كويس ذهنيا، المجهود بيبدا يقل. مشكله الاهلي الفتره اللي فاتت عامه، او الناس اللي شايفه تراجع في الاداء رغم النتائج ممتازه، ولكن التراجع في الاداء ده سببه ايه؟ سببه هو التدوير الكتير، او سببه هو الكم الضخم من الماتشات. كلنا نفتكر احسن فتره الاهلي لعب فيها كوره تقريبا من 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 فتره، كانت هي الفتره اللي لما اللعيبه دي خدت راحه، لما اللعيبه دي استريحت، فكان عندها مخزون بدني وذهني كويس انها تلعب. ولكن مع عوده البطولات المتلاحمه وعوده الكم الكبير من الماتشات، وانت كنت بتتكلمي النهارده عن البطولات الافريقيه السنه الجايه والحجم بتاعها عامل ازاي، فده شيء طبيعي غصب عن اللعيب، لان هو في الاول وفي الاخر بشر، بيبدا ان هو يقلل من حالته الذهنيه والبدنيه، فما بيبقاش قادر ان هو يدي في الملعب حتى لو المدير الفني مديله افكار ومديله ومديله ومديله. محدش يقدر يختلف على كولر، خلاص هو رجل اثبت اوراق اعتماده مع النادي الاهلي، ولكن انت بتبدا تتكلم بقى في حاجات تانية متعلقه بالنشاط عامه او متعلقه بالضغط بتاع الماتشات، هو اللي بيأثر على الاداء ده. فالفتره اللي فاتت هل جمهور الاهلي هينتظر الاداء ولا ينتظر النتيجه؟ طبيعي ان هو ينتظر النتيجه، ليه؟ لانه الاداء صعب قوي في الاجواء دي، في الضغط ده من الماتشات، وكمان مباراه الداخليه واحده من الماتشات دي، لان انت النهارده رايح على مباراه زمالك وجاي من توقف دولي للمنتخب، فطبيعي انك تريح لعيبه، في لعيبه اوريدي هي واعت منك زي علي معلول، في لعيبه انت بتلعبها رغم ان انت اصلا عايز تريحها زي امام عاشور، وفي لعيبه انت مجبر انك تريحها زي مروان عطيه ومحمد عبد المنعم. فالكم ده من الحسابات من المدير الفني، بنبدا بعد كده بقى نوصل للامور الفنيه هتلاقيها ناقصه كتير من قبل اصلا ما تبدا فيها. صحيح. فمش لازم الناس تنتقد قوي، لان في ظروف كتيره بتحصل غصب عن المدير الفني وغصب عن اللعيبه ذات نفسها بتؤدي الى ده.
بس عامه برضو انا ما بشوفش ان الاهلي قدم جيم سيء قصاد الداخليه. هو لعب جيم مش احسن حاجه ولكنه كان جيم كويس. تبديلات مارسيل كولر هيراني تبديلات ادت افضليه بدنيه للفرقه وادت حيويه كبيره للفرقه، كمان كان فيها جزء فني زي تبديله كريم فؤاد وكوكا ناحيه الشمال. فانا برضو ما بشوفش الاهلي لعب الجيم السيء. والنقطه المهمه كمان انا عايز اتكلم فيها انه مباراه الداخليه مش بس بتدي مؤشرات للنادي الاهلي عن السنه دي، هي كمان بتدي مؤشرات للسنه اللي جايه. اولا فكره التعامل مع كريم فؤاد كظهير شمال، هل الموضوع ده هو الحل الامثل ولا لا؟ ده السؤال الاولاني. رد عليه مارسيل كولر وقال ان هو ما بيعتمدش على كريم الدبيس، ايه الاسباب، واتكلم على الجانب ده وقال ان هو عايز انه يكون في هجوم في المباراه، ودي من الاشياء اللي خلته ان هو يكون الاعتماد الاكتر على بس كوكا لما نزل قدم جيم كويس. قال كده، قال بالزبط. يعني هو قال ما فيش مشكله في ده، بس هو كان بيتكلم على فكره كريم الدبيس او عدم اعتماده على كريم الدبيس. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاجانب بتوع النادي الاهلي، الحلول اللي موجوده عند النادي الاهلي في الاجانب، هل هم فعلا هم الاحسن في الفرقه؟ النهارده انا بشتري لعيب اجنبي عشان يكون احسن من اللعيب المصري اللي عندي، هل ده بيحصل فعلا في النادي الاهلي؟ لما تيجي تبص على الاجانب تقريبا مفيش حد منهم بيلعب اصلا، يعني ما عدا معلول المصاب قليل قوي اللي بيشارك. فدي نقطه مهمه جدا. رضا سليم بيشارك، ما قدمش الاداء المطلوب منه، ما قدمش الاداء المطلوب. بس تاو بيشارك، حتى بيرسي تاو مودست، كل مودست الأجانب ما قدمش الأداء اللي مطلوب منه، لكن بيرسي تاو قدم. مش الاستمرارية اللي هي، يعني النهاردة أنا لما أجيب لعيب أجنبي منتظر منه استمرارية، منتظر منه أنه هو يلعب على الأقل سيزون كامل معظم الماتشات يكون كويس. لكن النهاردة لما تيجي تبص على خط هجوم النادي الأهلي مش هتلاقي الـ 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 الكفاءة في تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف المنتظرة. أنا يمكن مش معاك في الحتة دي شوية يا عمرو، لأن أعتقد الموضوع مرتبط مع بيرسي تاو ورضا سليم بالإصابات أكتر من الكفاءة، ودي نقطة لازم النادي يكون حاططها في الاعتبار. لأن النهاردة أيا كان بقى إصابات أداء فني أيا مكان، ولكن أنا قدامي حسبة دلوقتي 1+1=2، هل اللعيب ده في الآخر إداني على مدار الناتج كذا بشكل الناتج عام. إيه بالظبط؟ فهذه النقطة أنا بشوف إن الأهلي محتاج يراجع الـ فكرة الأجانب اللي عنده في الفريق، خصوصا السنة الجاية وبطولة كأس العالم للأندية وبطولة الانتركونتيننتال دي، لازم النادي الأهلي يراجع الموضوع ده بشكل كويس قوي. في نفس الوقت هو لازم يخطط لده، وقدامه موسم طويل جدا لسه ما انتهاش. لو اتكلمت معاك على شكل النادي الاهلي بالامس والاعتماد ايضا على افشه في المباراه من بدايتها، شفنا ان هو احرز هدف يمكن فرق معاه طبعا نفسيا ومعنويا بشكل كبير جدا، ورجع افشه مره تانية للتهديف، خصوصا اعتماد كولر عليه من بدايه المباراه، رد على اسئله كتير جدا كان بيتساءل عنها الجمهور، علاقه افشه بمستر مارسيل كولر عامله ازاي، الكلام اللي كان اثار على مواقع التواصل الاجتماعي بانه هو مستبعده تماما من التمرين او زعلان منه شويه، الحدوته دي كلها حسمها افشه امبارح بهدف كان رائع جدا. مارسيل كولر ذات نفسه قال لك في مره في لقاء ان هو ما بيحبش وما بيكرهش، هو عنده لعيب لو عمل حاجه ضايقته، لو اللعيب ده عمل حاجه ضايقته بمجرد الاعتذار وان الموضوع بينتهي ما بيحطش الموضوع في حسبانه وبيبدا يحسبها من اول وجديد، وده اللي حصل مع افشه. حتى الاخبار اللي طلعت بان مارسيل كولر اتضايق من 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 كلام افشه، ولكن بعدها لما الموضوع انتهى وتم عقاب افشه او اي مكان رجعت الامور عاديه جدا وافشه بيشارك، ودي ميزه المدير الفني اللي جاي عايز يكسب. هو في الاول وفي الاخر مشاركه لعيب او عدم مشاركه لعيب في النهايه لو هو ما كسبش هو اللي هيتشاور عليه، هو اللي هيتقال له انت اللي خسرت. فمارسيل كولر حتى حصلت قبل كده لو تفتكري مع احمد عبد القادر لما حصلت مشكله بينه وما بين مارسيل كولر وبعدها رجع تاني احمد عبد القادر يشارك بشكل عادي. فدي ميزه انا بعتبرها عند مارسيل كولر انه مدرب مدرك لفكره ان عادي الاخطاء دي وارد وبتحصل في الكوره. انتقل معاك من النادي الاهلي نروح كده لنادي الزمالك ومباراه الامس ما بين الزمالك وفاردو. الناس كانت بتقول او دي تصريحات كمان مستر جوزيه جوميز انه يمكن الكل كان متوقع المباراه تكون سهله قوي او امام الاعين الجماهير كانت تبدو ان هي سهله، ولكن الحقيقه ان مستر جوزيه جوميز قال المباراه دي ما كانتش سهله وكانت صعبه جدا، وكان الفريق فريق محترم اللي هم طبعا بيواجهوه هو فريق فاركو وملوش اي علاقه بالنتائج او جدول الترتيب او مكانه في جدول المسابقه. الزمالك دلوقتي بيعيش فتره مختلفه شويه عن اللي بيعيشها النادي الاهلي، لانه نادي الزمالك دلوقتي في مرحله ممكن يكون هو بيجرب فيها
عندوش مشكله ان هو يجرب، يجرب حاجه واثنين وثلاثه، يجرب لعيب واثنين وثلاثه في مراكز مختلفه. ده شيء مخلي فريق الزمالك انا بشوف ان هي فتره كويسه جدا 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 للزمالك ما عاشهاش من مده، وهي الفتره ان هو يقدر يحضر فيها ويبني فيها للسيزون الجديد. ده شيء للاسف مش متوفر عندنا كتير في مصر، ان يبقى الفريق عنده مثلا فتره اعداد يقدر ان هو يبني في خلالها للسيزون اللي جاي. هي مش موجوده برده دلوقتي، بس الزمالك عنده ده الفتره دي. يعني اشعر ان الزمالك حتى مثلا في مباراه القمه اللي فاتت، هي مباراه مش بالاهميه القصوى في بطوله الدوري، ولكن الزمالك نزل الجيم ده مركز قوي في المباراه وكانها مباراه نهائيه. فهي دي النقطه اللي انا بشوف ان الزمالك عنده ميزه فيها السنه دي، انه الزمالك عنده ميزه انه يحضر، عنده ميزه انه يجرب. بطوله الدوري خلينا نقول انها بعدت شويه، ولكن في الجانب الثاني هي بتدي افضليه للفريق ان هو يخش الموسم الجديد على امل ان هو ينافس على جميع البطولات الممكنه، ويقدر ان هو فنيا يقدر ان هو يبص على العيوب اللي ناقصاه، اللعيبه اللي محتاجها، ويقدر ان هو يدعم الفريق. لو اتكلمنا على الجانب بقى الخاص بالاداء، طيب امبارح شفنا مصطفى شلبي بيلعب واحده من افضل مباريات اللي هو خاضها في مسابقة الدوري، ويعني الكل كان شايف ان مصطفى شلبي يمكن بعيد عن مستواه بقاله فترة، خصوصا بعد عودته من الإصابة. تعليقك ايه؟ شفت مصطفى شلبي ازاي؟ عايز اقول حاجة برضو مهمة شوية في الجانب ده، يعني بما اننا اتكلمنا عن الأداء الفردي للاعبين، زي ما كنا بنتكلم من شوية وبنقول ان المدير الفني مظلوم نتيجة ضغط الماتشات والكلام ده كله، فاللعيبة هي كمان مظلومة من ده، بمعنى انه اللعيب لما بيلعب مباراة مثلا بيحتاج وقت بعدها عشان هو نفسه يقيم نفسه. فلو لعيب قدم اداء سيء في مباراة ما، بيبدأ بعد كده الاداء التراكمي ده ان هو عمل جيم سيء، جيم سيء بعدها مثلا نتيجة ان هو ما لحقش يطور من نفسه نتيجة ضغط الماتشات، بتؤدي في الاخر ان الجمهور بياخد فكرة عن اللعيب ده بان هو مش احسن حاجة. ولكن مصطفى شلبي انا بشوف ان هو قبل ما ينتقل نادي الزمالك لعيب بوتنشال عالي قوي. لما راح لنادي الزمالك حصل نوع من انواع الدروب شوية في الاداء، احيانا بيلعب كويس احيانا ما بيلعبش كويس، سببها ان هو ما كانش متعود على فكرة ضغط الماتشات. ودي ده رأيي عن مصطفى شلبي، هو ما كانش متعود على ضغط الماتشات ده مع نادي كبير بيلعب كام ماتشات كبيره قوي، فنتج عنه ان هو بيمشي على سطر ويسيب سطر. لكن توتال انا ما بشوفش مصطفى شلبي عمل الجيم الاحسن بالنسبه له امبارح، يعني هو عنده احسن من كده بكتير، بس هو محتاج زيه زي اي لعيب في مصر الوقت الكافي ان هو يطور من نفسه، والوقت الكافي ان هو يتدارك اخطائه. يوسف أوبام من اللعيبة اللي امبارح وجوده في أرض الملعب كان من اللعيبة المؤثرة، والحقيقة انه عمل مجهود كبير جدا، والكل اشاد بيه برضو بشكل كبير قوي، رغم ان يوسف أوباما ايضا كان بعيد عن المشهد بقاله فترة، ولكن لمساته امبارح للكورة كانت مؤثرة جدا. عادة اللعيبة اللي زي يوسف أوباما هم لعيبة مميزين قوي بالنسبة لجوميز، رغم انه ما احرز هدف بالظبط، ولكن هم لعيبة ليهم ادوار تكتيكية كتيرة قوي في طريقة جوميز. طريقة جوميز قبل إصابة فتوح اللي هو كان بيلعب بيها بتعتمد على شكل شبيه شوية بأنه بيلعب باتنين لعيبة رقم 6 واتنين لعيبة رقم 10. فتوح بيدخل كلعيب رقم 6 تاني جنب دونجا، وبيكون في اتنين لعيبة رقم 10 اللي هم ناصر ماهر وعبد الله السعيد. فعادة اللعيبة رقم 10 سواء كان عبد الله السعيد أو ناصر ماهر بيكونوا متبروزين في نادي الزمالك، بيكون هم اللي عليهم الضوء. زي برضو أحمد حمدي في مباراة نهضة بركان قبل ما يتصاب كان مقدم جيم عالي قوي. ليه؟ لأن اللعيبة رقم 10 في طريقة جوميز اللي هي بتعتمد على الاستحواذ ان هو يمسك الكرة بيكونوا مميزين قوي وباينين قوي في طريقته والتكتيك بتاعه. عشان كده يوسف أوباما قدم جيم كبير رغم ان هو ما ساهمش بتسجيل الأهداف، ولكن هو من ضمن اللعيبة اللي بتأدي دور ده، زيه زي ناصر ماهر، زي عبد الله السعيد، زي أحمد حمدي قبل ما يتصاب. لعيبة بالنسبة لجوميز هم ممكن يكونوا محور السكواد بتاعه. ناصر ماهر ما كانش من أفضل مبارياته بالأمس، يمكن يكون كان داي أوف بالنسبة له بشكل كبير، رغم أن الجمهور كان اعتاد أنه هو يعني يبقى في التوب فورم. هل نقدر نقول ده كان ليه علاقة بإصابته والانتعاشة اللي حصل عليها بعد انضمامه للمنتخب المصري؟ الإصابة أثرت عليه فرجعته مرة تانية للأداء ده، فالجمهور ما شافش منه ده في مباراة الأمس؟ خلينا نقول انه وارد يحصل الامور دي عادي، انه لعيب ما يكونش موفق في جيم او ان هو ما يكونش عمل اداء عالي في جيم. ولكن ناصر ماهر بالنسبه لي من احسن اللعيبه او من احسن الصفقات اللي الزمالك عملها اللي هي الفتره اللي فاتت، فرق جدا في الملعب. يعني ناصر ماهر اداؤه في الملعب ووجوده في الملعب فرق جدا مع نادي الزمالك
كمجموع ماتشات. وارد ان هو ما يكونش موفق في جيم، بس انا متاكد ان هو هيكون لعيب مهم قوي في الزمالك في المباراه الجايه قصاد الاهلي. عبد الله السعيد والارقام، يعني ابتدى عبد الله السعيد يدخل تاني في تحطيم الارقام مره تانيه، 126 هدف، فاضل له هدف واحد عشان يتساوى مع الدوزوي طبعا، نجم من النجوم اللي معتدين عليهم في كره القدم المصريه عبر التاريخ. تعليقك ايه؟ وشفت امبارح تتويجه ايضا بلقب رجل المباراه خصوصا بعد ثبات مستواه مع نادي الزمالك. عبد الله السعيد قيمه كبيره قوي في الكره المصريه، عشان ما بين عبد الله السعيد لعيب كبير قوي، لعيب من ريحه الجيل اللي فات اللي انت تبصي عليه تحسي بالفرق عن اللعيبه اللي حواليه، رغم ان هو لسه كبير في السن والحاله يعني الحاله البدنيه مش احسن حاجه، لكن هو فارق عن اللي حواليه لان هو عنده العقل، وكره القدم في مكان عبد الله السعيد بتتلعب بالعقل. اللعيب اللي بيعمل حاجات اساسيات في الكوره هي مش موجوده للاسف عند باقي اللعيبه، فتشعر بان هو لعيب مميز ومختلف، هي موجوده فيه لانه هو كمان مميز ومختلف، يعني هو عنده الاساسيات وكمان مميز ومختلف. فكره ابسط حاجه هي فكره الاسكان اللي بيتعمل في الملعب، ان هو يفضل باصص للملعب يمين وشمال قبل ما الكره توصل له، بحيث ان هو لما الكره توصل يكون مقرر هو هيعمل ايه. حاجات كتير قوي مميزات في عبد الله السعيد من زمان نقدر نقولها، ودي اللي مخليها فارق عن اللعيبه اللي حواليه. يعني عمرو نورتنا، شكرا جزيلا لوجودك معنا، واستمتعنا بالجانب الفني والتحليلي بالتاكيد معاك في صباح اون تايم، وشكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا، يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا مباراتين الساعه 7 مساء على شاشه قنوات اون تايم سبورتس لمسابقه الدوري المصري الممتاز. نتمنى لكم مشاهده ممتعه، تجدد لقائنا دائما ويومكم خير وسعاده وفرح.